الاقتصاد في العالم يعاني، الاقتصاد في العالم ينزف، كل المجالات الاقتصادية اتأثرت بسبب إغلاق المجالات الجوية، بسبب قفل الحدود، بسبب حظر التجوال، بسبب منع الحركة في الشارع. والمواطن المصري أو المواطن العربي المواطن العادي بيسأل إزاي أتعامل، إزاي أعمل إيه مدخراتي، إزاي هل أشتري النهاردة، هل أبيع النهاردة، هل أحول فلوس الذهب أخليها دولارات، أخد فلوسي أحطها في البنك، أشيل فلوسي في البيت أو تحت المخدة زي ما بيقولوا. عشان كده هنستضيف دلوقتي عبر سكايب الدكتور علاء السيد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي عشان نسأله عن موضوع المدخرات وإزاي نتعامل في ظل هذه الأزمة المتفشية في العالم كله. دكتور علاء أهلا بك. حضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور علاء في البداية خليني أسألك إزاي نتعامل في ظل هذه الأزمة مع المدخرات بتاعتنا اللي موجودة في البنك، خصوصا مع بعض الشائعات اللي بتقول أن دول كتيرة داخلة على ما يشبه الإفلاس، هل نخلي فلوسنا في البنك ولا نسحب فلوسنا من البنك، هل نحول فلوسنا لذهب ولا نخلي فلوسنا دولارات، نعمل إيه مع المدخرات اللي موجودة عند الشعب المصري أو الشعوب العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة في تخوف عام عند المواطنين سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم كله. الكساد العالمي قريب جدا مننا، يعني نقدر نقول أن سنة 2020 إحنا داخلين على يعني هيتحول الركود إلى كساد، ربما يصبح كسادا عظيما. ده طبعا هيبقى فيه بنتكلم على يعني انخفاض رهيب في الطلب، وهيقابله طبعا عرض كبير جدا، الأسعار هتنهار، يتوقع انه العقارات هتنهار، العملات هتنهار وعلى رأسها الدولار الأمريكي. العملات المحلية اللي هي في دول اقتصادياتها هشة هيحصل فيها انهيارات رهيبة جدا. ده متوقع في النصف الثاني من 2020 والنصف الأول من 2021. طيب أنا مواطن عادي ومعايا مبلغ يعني متوسط، أعمل إيه؟ أحمي نفسي إزاي في ظل هذه الجائحة التي سيعقبها كساد متوقع؟ الحقيقة أنه أنا أنصح جميع إخواني أنه طبعا الأموال يعني بالنسبة لمصر بالذات لا تحتفظ بأموالك في البنك، يعني حاول تسحب فلوسك من البنك بالكامل قدر إمكانك. طبعا هم عملوا دلوقتي يعني تحديد لعملية السحب، كل يوم تحاول تسحب الحد الأقصى المسموح لك به واحتفظ بأموالك خارج البنك، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان الأموال اللي موجودة عندك موجودة بالجنيه المصري عفوا، فإحنا محتاجين إن إحنا ننوع الملاذات، يعني ما تحطش الفلوس كلها بالجنيه المصري. يعني خلينا نقول انه اذا كان المبلغ يعني فوق يعني التكاليف المعيشيه بتاعتك، فخلي 20% بس من المبلغ بالجنيه المصري، خلي 30% من المبلغ بالدولار الامريكي رغم توقعات انهيار الامريكي الدولار الامريكي، لكن انهيار الجنيه المصري هيكون اسرع من انهيار الدولار، فسيظل الدولار ملاذ آمن في وسط العملات مرحليا، يعني إلى مرحلة قصيرة وليست بعيدة. خلي نص مدخراتك بالذهب حاليا، بعد كده نبدأ نتكلم في أنه يعني بعد انتهاء الجائحة لازم الناس تتوجه إلى عملية الاستثمار الجماعي أو التعاوني. احنا دلوقتي نقدر ان احنا نعمل شركة مساهمة في مصر مثلا على سبيل المثال برأس مال حوالي 250 ألف جنيه مصري، ممكن يدفع منهم حاجة و60 ألف، يعني انت بتتكلم في أرقام بسيطة جدا، 4000 دولار رأس مال مدفوع المفروض يدفع. لو كل خمس أشخاص جمعوا مع بعض مبلغ
او 10 اشخاص وعملوا شركه مساهمه، ليه انا باكد على موضوع الشركه المساهمه؟ يعني رغم اي انهيارات هتحصل، الشركه المساهمه هتتحول الى اسهم، تستطيع انك انت تبيع الحصه بتاعتك لاي اخ تاني، لحد اي صديق، اي زميل، اي حد حتى من خارج. دكتور علاء، دكتور علاء، بالنسبة للأشخاص اللي عندهم عقارات معينة، اللي عندهم أرض أو بيت، هل بتنصحهم أنه يبيعوا هيدا العقار أو البيت ويحولوا المصاري بالدولار، أو أنهم يأجروه على بعقد قصير الأجل؟ العقارات الحقيقة هتظل برضو العقارات رغم الانهيارات المتوقعة في أسعار كل شيء، لكن هتظل العقارات أقوى يعني في القيمة أو في الحفاظ على القيمة من الدولار، يعني من السيولة نفسها. أنا لا أنصح أحد أنه يشتري عقارات دلوقتي، لكن اللي عنده عقار خلاص يعني كان الله في عونه، هو متدبس دلوقتي في العقار اللي عنده، يعني مش هيقدر طبعا يسيل العقارات في ظل هذا الكساد وفي ظل هذا الركود وفي الأسعار المنخفضة. من الصعب ان احنا نقول للناس روحوا بيعوا العقارات بتاعتكم، وده يعني ما هوش تصرف سليم. ما رأيك بالعقد القصير الأجل؟ يعني يأجروا العقار أو البيت اللي عندهم على مدة سنة، بما أنه هلأ الأجارات نازلة. الحقيقه ان العقارات يعني مرحله الركود اللي احنا بنعيش فيها وداخلين على مرحله كساد، ده بيأثر على الطلب على استئجار العقارات. لكن لو في فرصه امام اي احد ان هو يؤجر زي ما تفضلتي على يعني ما كانش يعني كان العقار بتاعه مركون وما هوش مأجره، لا يقدره طبعا، ويحاول يعني يتواءم مع الانخفاضات في الايجارات. ما يقولش والله انا مثلا الشقه بتاعتي ديت كانت بتتاجر ب 10,000، دلوقتي انا جاي لي حد هياجرها ب 7، لا 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 مش هاجر لما الاقي حد ب 10، مش هتلاقي حد ب 10. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك سؤال واتكلم بلسان المواطن العادي او محدود الدخل. طبعا كلنا شايفين وشفنا اللي بيحصل من نفاد بعض السلع وعدم توفير أو الخوف من نفاد بعض السلع الأساسية زي ما حصل في بعض الدول، والناس بتتخانق وبتضرب بعضها في المولات وفي المحلات. أنا كمواطن عادي أعمل إيه؟ هل أبدأ أشتري وأخزن؟ هل الأسعار هتزيد الفترة الجاية؟ هل السيسي أول امبارح قال إن إحنا عندنا وافر أو فائض من السلع الأساسية؟ هل الكلام ده حقيقي ولا إحنا ممكن بعد لا قدر الله لو الأزمة استمرت بعد 10 20 15 يوم ما نلاقيش مثلا في السوق رز ولا سكر؟ هل أشتري أخزن ولا ما أشتريش عشان ما أعملش أزمة؟ ولا أعمل إيه بالظبط؟ نصيحة أخيرة كده للمواطن المصري. بالنسبة للمواد التموينية الحقيقة طبعا يعني احنا مش عايزين نخبي راسنا في الرمال. حركة التجارة العالمية تأثرت بنسبة كبيرة جدا وما زالت. مخزون اي دولة هينفذ، وخاصة الدول اللي هي يعني زي دولة العسكر يعني انهاها تماما وانهكها وما بتنتجش لا اكل ولا بتنتج غذائها، ومعتمدة على الاستيراد في معظم المواد الغذائية. نعم. أنا أنصح الناس طبعا أن هم يبقوا عندهم المواد التموينية الكافية لفترة من الزمن قصيرة، ما تحاولش أنك أنت تخزن يعني التخزين اللي هو يعني الناس يعني بتخزن لسنة أو كلام زي كده، لأنه فعلا السوق ما فيهوش كميات تكفي الناس كلها، فنحاول نراعي بعضنا. نعم يعني دكتور علاء السيد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، بنشكر حضرتك كتير على النصائح الهامة دي في كيفية التعامل مع الأزمة وكيفية التعامل مع المدخرات والأصول الثابتة وكذلك السائلة أو الفلوس في البنوك.